الأخصائيين في تقويم العمود الفقري للتغلب على الآلام. كوريوس أخصائيين في تقويم العمود الفقري للتغلب على الآلام التي قد يتسبب فيها انزلاق الغضروف والآلام المصاحبة له. يعانون من آلام أسفل الظهر مع وصول الآلام للقدمين. وأثبتت الدراسات أن العلاج المرتكز على تقويم العمود الفقري لدى 87% من المرضى الذين كانوا فقدان القدرة على العمل كليا عادوا إلى العمل بشكل عادي مع انخفاض مهم في الألم بل واختفائه بشكل كلي.